جدا، وعايز يوضح وجهه نظره، لان انا اعتقد ان هو ليه وجهه نظر او في حاجه حصلت، ان ما اعتقدش ان الخطا ده يكون من خلال لجنه المسابقات، هل من خلال اتحاد الكوره؟ ممكن اتحاد الكوره ما بعتوش الفاكس او لجنه المسابقات، يعني عايز اعرف بالظبط ايه التفاصيل، لان بصراحه حاجه غريبه شويه ان كل فرقه بتسخن زي ما قلت لكم في مكان، وكل فرقه متمسكه بحقها ان هو معاه فاكس من الاتحاد ان الماتش هنا ماتش اتاجل وهنا الماتش ما اتاجلش. فان شاء الله نحاول نوصل له باذن الله ان شاء الله. يعني الاهلي طبعا كان عنده ماتش من يومين مع حلوان وكسبوا 6، وشفتوا انتوا او سمعتوا عن بيدومبو لعيب الكونغولي، يقال ان بيدومبو خلاص كابتن محمد يوسف اقتنع بيه، عمل الاختبار كمان الطبي وعداه بشكل كويس، الاختبار الفني بيقال ماتش حلوان اداه بشكل كويس. طبعا ماتش حلوان يعني مش ده اللي هيبين قوي، لكن بيبان السنس بتاع اللعيب، بيبان انه بيعرف يلعب كوره مع زمايله، متفاعل متفاهم، لمسته في الكوره راجل ده حريف، بيعرف يستلم ما بيسلم، واضح ان هو حاز يعني اعجاب الجهاز الفني وكابتن محمد يوسف، وبالتالي محمد يوسف بيرفض اختبار افارقه جدد في النادي الاهلي. زي ما قلت لكم كلام كتير ان بيدومبو هيتحط في القائمه الافريقيه، ومش هدخل احمد جمال هو اللاعب الصاعد اللي جاب الجون في الماتش الاخير، عمرو جمال مش احمد جمال ده اللي بيغني، معلش انا اسف، عمرو جمال لاعب الناشئ ولاعب مهم على فكره، ولاعب الجون اللي جابه يدل على انه لعيب كويس، والتحرك اللي عمله في الجون كان هايل. عمرو لعيب ان شاء الله يكون بشكل كويس، لكن الاهلي مع بيدومبو دلوقتي في مرحله اعتقد نهايات العقد. يوسف بيشوف ان الاختبارات اللاعبين الجدد لن يجد مع الاهلي حد يعني لعيب اخر في المرحله الحاليه، وانا افضل التعاقد مباشره مع مهاجم قوي ومعروف بدلا من اختبار نوعيه مجهوله بها مضيعه الوقت، ولن يحصل الاهلي من خلالها الا على اللي هو عايزه يعني. وبالتالي اعتقد ان بيدومبو ده هو هيكون اللاعب الاخير بالنسبه للقائمه الافريقيه، او بالنسبه للعيبه افريقيا اللي هو دايما من اول كابتن حسام بدري كان موجود، كان كل شويه لعيبه بتيجي من افريقيا للنادي الاهلي، اعتقد بيدومبو ده هو اللي وصل واقتنع بيه كابتن محمد يوسف والجهاز الفني بشكل او باخر. الاهلي بيطالب الكاف ب 400,000 جنيه نظير اقامه تنظيم